مشاهدينا الكرام، تقبل الله صيامكم، تقبل الله صيامكم. اللي كتشوفوا كان اذان صلاه، النداء للصلاه المغرب. نداء صلاه المغرب، يعني اذان كان لصلاه المغرب، باش تقبل الله صيامكم. نتمنى على انه تكونوا بصحه جيده ان شاء الله. من امام مسجد مولين بالرباط، عاصمه الانوار الرباط، امام مسجد مولين اذن صلاه المغرب. تقبل اللهم صياما مقبولا ان شاء الله، اللهم صياما مقبولا ان شاء الله، اللهم صياما مقبولا. احنا في الرباط، راه اذن. واش اذن عندكم مشاهدينا الكرام في المدن ديالكم ولا مازال؟ على العموم راه اذن، الناس كيدخلوا الان باش انهم يصليوا صلاه المغرب في هذا الجو من الايمان وجو من الخشوع وجو عائلي. الله يصفي قلوبنا على بعضياتنا ويحنن قلوبنا على بعضياتنا ونبغيو بعضياتنا، انه الدنيا الا متاع الغرور. هذا الشهر هو شهر العبادة، هو شهر الإيمان. الناس اللي التحقوا بنا راه أذن في مدينة الرباط، واش أذن في مدينتكم ولا مازال؟ ما بقى والو. اليوم الثاني من رمضان، احنا تنودعوه، سبحان الله. كنا كاملين تنتظروا ها هو شهر رمضان قرب، راه انت بقى شحال بقى رمضان؟ بقى شهرين، بقى 3 شهور. ها هو اليوم الثاني من شهر رمضان، ها هو داز، ها هو غادي. واش هو اللي غادي ولا حنا اللي غاديين؟ حنا اللي غاديين. اشنو درنا في حياتنا؟ اشنو درنا في اخرتنا؟ شنو درنا في حياتنا باش اننا نتذكروا بالخير، نتذكروا بالكلمه الطيبه؟ واش در واش درنا لاخرتنا؟ كتيقول لك شهود الدنيا هم شهود الاخره. الواحد يحاول على انه يتصالح مع ذاته، مع جيرانه، مع اصحابه، مع خوته، مع عائلته. هذه هي الوقيت. انا دائما نبقى نذكركم بها على كل مغرب، نقول لكم صالحوا مع بعضياتكم. انا تاني الناس اللي كيسوقوا يسوقوا بشويه، يكونوا مزروبين على وديت الفطور كذا، واحد يسوق بشويه باش ما يكونوش حوادث تصير مع هذا الفطور. تشوفوا اليوم الثاني من رمضان، تنودعوا هذا اليوم الجميل من ايام هذا الشهر رمضان. واش غادي نكونوا معكم في السنه المقبله او لا؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم تقبل صيامنا يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله محمد رسول الله. تقبل الله الصيام، تقبل الله صيامنا يا خوتي المغاربه. كتشوفوا من امام مسجد مولين ب عاصمة المملكة المغربية الرباط. الله أدى المغرب، المصلين توجهوا باش أنهم يصليوا صلاة المغرب. تقبل الله صيامنا وصيامكم، الله يتقبل الصيام، الله يبلغ المراد خوتي المغاربة.